سنابي. هاي سنابي. انتظروني بعد قليل. انتظروني. خاتم يوسف. هلا. وانتظروني معهم انا ولد امي وخطيبة معنا تونا مع راسنا ترى ملكين بس يعني. خطيبته. اللي ودها تشوف ايش اقول اللي ودها انها تبارك لنا في زواجنا ايش فيك؟ اقول بمسح الحين. ايش فيك انت يا بنت حلال؟ تعتمرها؟ مزعولة. طيب والله بلش فن عشاء والله طاقني الجوع وتعبت من ركض جاي. احلى عشاء لقيت لك، شلون طبخات بالسنابات موجوده؟ هسه اشوف لك طبخه باي سناب وخلي مي تسويها. نعم 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 مي تسويها؟ ليه ان شاء الله؟ ترى انا مو بفاضيه، جمهوري في سناب ينتظرني. الله يحييها. تقول جمهوري على اساس اليس؟ ترى يمه كلهم ثلاثة اخواتها والباقي اي كلام. اي حبيبي انا مشكلتي مع فانزي في تويتر انه ما عندي وقت اجاوب على كل الاسئله، يعني اسئله كثيره كثير اسئله. ما في كل اللي عندك بيض 47 انا شاريهم لك والله. لا 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 تقولي يعني تبغي ايش الاسئله؟ يعني مره بيسالونك عن سياسه حكومه. لا 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 حبيبي لا 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 تقلبنا مل من السياسه. يوم ما يسالون عليك يقول من هذا ابنك الحلو الموزي بنات يسالون عني الملبلب الحلو اللي يخبر التشوكليته التوفي. نعم 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 عني كله عليك. طيب يمه عاد حولي شوي يعني دلة واحتمال راح انزل لك صوره لابس انت فانيله كت فانيله دريس كت. لا لا ما هي حلوه. لا لا يمه كت ما تصلح يمه خلاص. لا لا كت اسود وعضلاتك على البحر على البحر. ايه وش مسوي ومعضل والشعر ما صدرك طالع منه غراء ويجي لا يمه 60 شعر مثلث هنا حاطه وين لا ولا انت خذي اللقطه ونضبطها. لا لا اقص لك من شعري والزق لك انا. اي والله يمه انت من جدك انت اقول الحين تغير البايو حقك وتكتب انك مرتبط تسوي فول كل البنات يلا. انا مسوي البنات فول في اعلاميات في كذا زميلات يضبطوننا في الصحافه ما صحافه ما لي علاقه عادي يتابعوني انا ويعني يسالون وانا اجاوبهم. الحين سوي فولو. ما انت معلومات صح انفولو يا يوسف يا ولد ام يوسف انفولو الحين.